كنا بالقرب من الجميع، من مشاركين ومن زوار، من خلال إقامة العيادات الطبية وسيارات الإسعاف وسيارات الجولف، حيث كانت فرقنا الطبية والإسعافية على أتم الاستعداد وعلى مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها. تميزت استجابة فرقنا الطبية بالسرعة والكفاءة، حيث بلغ المعدل الوسطي للاستجابة الإسعافية أقل من دقيقة. تم اختيار مركز الطب الدولي ليكون الراعي الطبي لموسم جدة لأنه هو الأقدر من حيث الكفاءات والخبرات والطاقة الاستيعابية والقدرة التشغيلية، وكذلك من حيث المعايير التي هي الأعلى في قطاع الرعاية الصحية الخاص بجدة. هدفنا هو إتمام أحد أكبر مشاريع خدمة المجتمع بمدينة جدة. هذه الرعاية استمرت لمدة شهرين طوال فترة الموسم.